شفتوا هذا التأثير على المجتمع الجزائري والمجتمعات العربية ككل والعالم ككل هذه الثقافة، ثقافة المانجا؟ هنا في الجزائر وعلاش نشوفوا الشباب شغل متأثرين كثيرا بالمانجا؟ لأن كما نقولوا شغل حتى لي جون تاع لا جينيراسيون تاعي اللي كبروا في التسعينات. في التسعينات ما كانتش المؤلفات المطبوعات تلحق لنا هنا الجزائر. دونك الصفه الوحيده باش نتبعوا كاع هذو كنا نشوفوا لي ديسان انيمي في التلفزه. ممتاز. دونك ابخي سا كي بداو دونك يا سيت ايبوك سيتي ليبوك فريمون كيما نقولوا دو ليكلوزيون تاع لا بون ديسيني تاع لو مانغا دون لو موند. دونك ولينا اوتوماتيكمون متاثرين باللي مانغا. دونك ابخي كي بدات منشوره تلحق الجزائر ولاو الناس كثير يستهلكون كثير من المانغا. دايوغ حتى المؤلفين لا جون جينيراسيون الجيريان اللي نشات في الفيدا كلهم ما نقول ماشي كلهم لكن اغلبيتهم يؤلفون على شكل مانغا. كاين دوكا ان نوفو ستيل هنا اللي نشا هنا في الجزائر سموه لو مانغا الجيري. هي روايات على شكل مانغا لكن تحكي قصص جزائريه.